في تونس عقدت الإسكوا منتدى المنافسة العربي الخامس الذي ركز على موضوع نشر ثقافة المنافسة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. شاركت الإسكوا في إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات ضمن فعاليات منتدى اقتصاديات المحافظات في عمان، والإسكوا تقدم الدعم للجانب العماني عبر المساهمة في تصميم المؤشر. في القاهرة نظمت الإسكوا ورشة عمل حول توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل العمال غير النظاميين في مصر. تابعونا لمعرفة المزيد.